مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. أعزائي طلاب الصف التاسع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في درس جديد من دروس مادة العلوم. وما زلنا أعزائي الطلاب مع الوحدة التاسعة والتي هي بعنوان الأمراض المعدية والمناعة، الدرس الثاني فيها والذي هو بعنوان المناعة. وموضوع درسنا لهذا اليوم المناعة المتخصصة الطبيعية. ويتوقع عزيز الطالب بنهاية هذا الدرس أن تكون قادرا على أن واحد تحدد أهمية كل من مولدات الضد والجسم المضاد والخلايا الذاكرة، اثنان تقارن بين المناعة المتخصصة الطبيعية والمناعة المتخصصة الصناعية. فهيا بنا مع عزيز الطالب لنقوم بتحقيق تلك الأهداف من خلال العرض التالي، وبداية مع التمهيد. لاحظ عزيز الطالب هذا الجدول، هذه الأعضاء تمثل خط الدفاع الأول في المناعة الطبيعية غير المتخصصة، حيث كان لكل منها دوره في حماية نفسه وحماية الجسم ضد مسببات المرض. فمثلا العين نجد أنها تفرز الدموع التي تحلل الأجسام الغريبة، وذلك لاحتوائها على إنزيم اللايزوزيم. المعدة تفرز حمض الهيدروكلوريك، وهذا الحمض يعمل على قتل مسببات الأمراض عند وصولها إلى المعدة. أما القصبة الهوائية والجهاز التنفسي فإنه يفرز المادة المخاطية، وتوجد بها أهداب تمسك وتطرد الأجسام الغريبة عن طريق تحركها من أسفل إلى أعلى. أما الجلد فنجد أنه يمنع دخول مسببات المرض. والآن عزيز الطالب، ماذا يحدث عندما لا تستطيع المناعة الطبيعية غير المتخصصة القضاء على مسبب المرض؟ إذا فشلت المناعة الطبيعية غير المتخصصة بركنيها، وهو الركن الأول هو خط الدفاع الأول، وخط الدفاع الثاني المتمثل في خلايا الدم البيضاء، فما الحل وكيف سيتصرف الجسم؟ هنا يبدأ دور المناعة المتخصصة النوعية. وما هو هذا الدور؟ وما مبدأ عمل المناعة المتخصصة بشكل عام في الجسم؟ لكي نتعرف على ذلك هيا بنا لنبدأ في درسنا لهذا اليوم، والذي سوف يوضح لنا كيفية عمل المناعة المتخصصة بشكل عام في جسم الإنسان. المناعة المتخصصة النوعية كيف تعمل في جسم الإنسان؟ هناك مولدات الضد، ومولدات الضد هي عبارة عن بروتينات سكرية توجد على السطح الخارجي للخلايا في أجسامنا. هذه هي مولدات الضد، توجد على السطح الخارجي للخلايا في أجسامنا. ونجد أن هذه المولدات الجسم يتعرف على مولدات الضد الخاصة به فلا يهاجمها أو يقاومها، وبالتالي يتعرف على خلاياه. في حال دخول أي جسم غريب فإن الجسم سوف يتعرف على مولدات الضد الخاصة بهذا الجسم الغريب على أنها غريبة عن الجسم، وبالتالي فإنه يبدأ بمقاومتها ثم مهاجمتها للقضاء عليها، وذلك بتنشيط نوع من الخلايا يعمل على إنتاج الأجسام المضادة. والجسم المضاد عزيزي الطالب هو عبارة عن بروتين تنتجه خلايا متخصصة استجابة لوجود مولد ضد معين. يرتبط الجسم المضاد مع مولد الضد فيجعله غير فعال كما أوضحنا في الشكل السابق وكما هو موضح في الفيديو التالي. هذا الشكل يوضح الدم وما يحمله من مكونات، ويلاحظ هنا عزيزي الطالب كما سنرى الآن بعض الأجسام الغريبة التي دخلت إلى داخل الجسم بهذا الشكل الموضح. ونجد هذا الشكل الذي نراه أمامك الآن هذا يمثل مولد الضد في هذا الجسم الغريب. نجد أن هذا الجسم الغريب يحاول أن يرتبط ببعض خلايا الجسم بالشكل الموضح أمامك، ولكن تأتي هنا الأجسام المضادة كما سترى الآن كما هو واضح لترتبط بمولدات الضد، فلا يستطيع هذا الجسم الغريب الارتباط بخلايا الجسم، وبالتالي يصبح غير فعال، وتأتي الخلايا بابتلاع هذا الجسم وتحليله وتخليص الجسم من مشاكله والمرض الذي سوف يسببه له. أيضا توجد هنا الخلايا الذاكرة،
وهي خلايا تتعرف على مسبب المرض إذا دخل الجسم مرة أخرى فتنتج الأجسام المضادة بسرعة كبيرة وبذلك تكون المقاومة أسرع. ونجد أن عزيز الطالب أن الخلايا الذاكرة تمتلك كل المعلومات الخاصة بالمرض بسبب إصابة الجسم به في مرة سابقة، وبالتالي عند دخول مسبب المرض مرة أخرى إلى الجسم سوف تتعرف عليه الخلايا الذاكرة، وبناء عليه سوف يتم إنتاج الأجسام المضادة المناسبة له وبشكل سريع، وبالتالي سوف تكون المقاومة أسرع وتكون الأعراض وحدة المرض أضعف من الإصابة الأولى. المناعة المتخصصة النوعية عز الطالب قسمها العلماء إلى نوعين، مناعة متخصصة طبيعية ومناعة متخصصة صناعية. سوف نبدأ في يومنا هذا بالمناعة المتخصصة الطبيعية، ونجد أن هي عبارة عن المناعة المتكونة في جسم الإنسان بصورة طبيعية ولا دخل للإنسان في تكوينها. وتقسم المناعة المتخصصة الطبيعية إلى نوعين، مناعة متخصصة طبيعية نشطة ومناعة متخصصة طبيعية سلبية. نجد أن المناعة المتخصصة الطبيعية النشطة يتم فيها تكوين الأجسام المضادة نتيجة دخول مسبب المرض إلى الجسم بشكل طبيعي، أي بتنتج عندما يصاب الشخص بالمرض. فعندما يصاب الشخص بالفيروس وليكن فيروس كورونا في وقتنا الحالي، فنجد أن جسمه ينتج أجسام مضادة نتيجة وجود هذا الفيروس داخل الجسم. إذن هنا الجسم هو الذي أنتج الأجسام المضادة بسبب الإصابة، وبالتالي فإن المناعة سوف تكون مناعة متخصصة طبيعية نشطة. أما متى تكون المناعة المتخصصة الطبيعية سلبية؟ عندما تدخل فيها الأجسام المضادة جاهزة ولكن بشكل طبيعي، أي أن الجسم لم يقم بإنتاج الأجسام المضادة بنفسه. ومن أمثلتها الأجسام المضادة الموجودة في جسم الأم وانتقالها إلى الجنين المولود حديثا، وتستمر لمدة تتراوح من 3 أشهر إلى 6 أشهر داخل جسم الجنين. أيضا المناعة المتكونة أثناء الرضاعة من حليب الأم، يكتسب الجنين أيضا أجسام مضادة من حليب الأم، وبالتالي يكتسب هذه الأجسام بشكل طبيعي، ولكن ليس جسمه الذي قام بإنتاجها ولكن جسم الأم الذي أنتج هذه الأجسام المضادة، ولذلك فهي مناعة متخصصة طبيعية سلبية أيضا. وبذلك عزيز الطالب نكون قد وصلنا في دراسة المناعة إلى التالي، قسمت المناعة بشكل عام إلى مناعة طبيعية غير متخصصة ومناعة متخصصة أو نوعية. المناعة الطبيعية غير متخصصة قسمت إلى خط الدفاع الأول وخط الدفاع الثاني. خط الدفاع الأول لو تتذكر مع عزيز الطالب كان عبارة عن الجلد، وعبارة أيضا عن الأغشية المخاطية والأهداب التي توجد في الجهاز التنفسي، وعبارة أيضا عن إفرازات الجسم مثل الدموع وعصارة المعدية وأيضا واللعاب. فهذا اليوم فقد تعرضنا إلى المناعة المتخصصة النوعية، وقد قسمها العلماء إلى مناعة متخصصة طبيعية ومناعة متخصصة صناعية، وقمنا بدراسة المناعة المتخصصة الطبيعية وقسمت إلى نوعين، مناعة متخصصة طبيعية نشطة وهي تنتج عن طريق الإصابة بمسبب المرض، ومناعة متخصصة طبيعية سلبية وهي تنتج نتيجة انتقال الأجسام المضادة من الأم إلى الرضيع أثناء الرضاعة أو في جسم الطفل المولود نتيجة اكتساب هذا الطفل هذه الأجسام المضادة من دم الأم. تعال مع عزيز الطالب لنقوم بالتطبيق من خلال هذا النشاط التالي. نجد هنا تجعل مقاومة الجسم أسرع للمرض، وبالتالي هي سوف تكون الخلايا الذاكرة. ترتبط بمولد الضد لتجعله غير فعال فهي الأجسام المضادة. نجد هنا يرتبط بمولد الضد سوف تكون الأجسام المضادة. تتعرف على مسبب المرض إذا دخل مرة أخرى إلى الجسم هي الخلايا الذاكرة. تساعد على سرعة إنتاج الأجسام المضادة الخلايا الذاكرة. بروتين تنتجه خلايا متخصصة هي عبارة عن الأجسام المضادة. وبذلك عزيزي الطالب نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، مع تمنيتنا لكم بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.